كما أحيت محافظة إبة العيد 55 للثورة 26 من سبتمبر الخالدة بحفل جماهيري تعبيرا عن فخر اليمنيين واعتزازهم بهذا المنجز التاريخي الذي حرر اليمن من براثن الحكم الملكي المتسلط الذي جثم على صدور اليمنيين عقودا من الزمن. يوم سبتمبري عاشته محافظة إب كغيرها من المحافظات اليمنية احتفاء بالعيد 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة الذي أقيم في ملعب شهيد ثورة 26 من سبتمبر الشهيد أحمد الكبسي وسط حضور توشحت جماهيره بالعلم الوطني. إن محافظة إب كانت ولا زالت وستظل المحافظة السباقة للدفاع عن الوطن وثورته، وقدمت الشهداء تلو الشهداء في سبيل ذلك. الشهيد علي عبد المغني قائد ثورة 26 سبتمبر وغيره من الشهداء والأبطال الذي قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن وطنهم وعزته وكرامته، وهم اليوم وهي اليوم محافظة إب السباقة في رفد الجبهات بالرجال للدفاع عن الوطن. اليوم ابناء محافظة اب يحيون الذكرى 55 لثورة سبتمبر، هذه الثورة التي قامت على الظلم والاستبداد. ابناء محافظة اب كان لهم شرف اطلاق الشرارة الاولى لثورة 26 سبتمبر، وها هم اليوم بنفس الحماسة بنفس الروح الثورية مستعدون ان يكونوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوحدة وعن الجمهورية وعن الثورة، مستعدون أن يدافعون على الوطن ضد العدوان الغاشم. اليوم يحتفل شعبنا اليمني الأبي بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. هذه الثورة التي انطلقت شرارتها مثل هذا اليوم، والتي كانت إضاءة ومنطلق نحو التحرر من الاستعمار والاستبداد وإقامة حكم جمهوري عادل. 55 عاما منذ أن تتوجت فيه نضالات الأبطال لعقود طويلة من الكفاح والنضال، كان بدا فيها الظلم والسجن والتشرد والأهوال، ليولد بعدها يوم الحرية الذي تبسمت له الأرض وباركته السماء. نحن اليوم في محافظة إب نجسد هذا المعنى الحقيقي للثورة المباركة. كل جماهير المحافظة اليوم تقيم هذه الفعالية بقيادة الأخ الشيخ عبد الواحد صلاح الذي فعلا دعا لكل أبناء المحافظة. من هنا نعلن جميعا أن الثورة سارية وأن الثورة هي الأم والتي من خلالها تحقق الإنجازات الوطنية لهذا الوطن الحبيب. حضورنا اليوم هو إحياء لروح شهدائنا المناضلين الطاهرة الذين رووا بدمائهم هذه الأرض الطاهرة من أجل أن ننعم بالأمن والاستقرار. تمسكنا بثورة 26 سبتمبر الثورة الحقيقية، ثورة الأم، الثورة التي عشنا معها المنجزات الخالدة من ربوع اليمن. يأتي احتفالنا هذا بالعيد 26 من سبتمبر احتفاء بالشهداء، احتفاء بالقضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي، حيث تعتبر ثورة 26 من سبتمبر هي أم الثورات. إن اليمن منصور بإذن واحد أحد، لا سعى للمرتزقة ولا للذي خربوا الوطن والذي خربوا الدين والذي ضربوا الجوامع والذي خربوا الطرقات. احنا ثورة لحتى الموت، ثورة للصدر، الجمعة اليمن بذمة الجميع، الدماء اليمن بذمة الجميع، أنصار الله والمؤتمر. إب اشتعلت حبا في ثورة سبتمبر، كيف لا وجل أبطالها من أبنائها كأمثال الشهداء الأبطال علي عبد المري وأحمد الكبسي وغيرهم من الشهداء الذين نسجوا تاريخ الثورة بدمائهم الطاهرة حين عزفت قذائفهم ورصاصاتهم أنشودة الحياة والحرية بأهدافها الستة الخالدة. سمية سحلول، قناة اليمن. في